ايه صار نازل معانا على المصيدة، يا دوبك فتحت كاميرا هو تقريبا يتمسك. شراقة شرياس باشق عوسق لي أسامي كثيرة طبعا، بس في الفيوم بيقولوا عليه شراقة. هو كان واقف على الطائر العالي ده، حط له المصيدة بتبقى على مسافة وبيشوفها ويجي عليها برضه. ندخل بقى قدام كده نشوف تقريبا في حاجة واقفة هناك على الطيارة اللي قدامه.